تعرف جميع الأطراف المعنية بالشأن العراقي أن هناك هدرا هائلا للأموال في العراق، وهو هدر منظم سنت من أجله القوانين، وصار مجلس النواب يجتمع دوريا من أجل أن يضفي عليه صلابة تشريعية. لذلك فمن غير المتوقع أن تستلم الحكومة العراقية ما تحلم بالحصول عليه نقدا، لا لشيء إلا لأن ذلك النقد من وجهة نظر الجميع سيذهب إلى أرصدة الأحزاب التي تتقاسم ثروات البلد في ظل النظام المحاصصة. لقد نشأت في العراق الجديد فئات طفيلية تمكنت من الإمساك بثروة البلد من غير أن تفعل أو تقدم شيئا لشعبها. تلك الفئات هي التي تتولى تصريف الشؤون الاقتصاد في ظل حكومة لا تستعين بخبراء الاقتصاد، بل تخشى أن يقول أولئك الخبراء رأيهم المهني فيما تقوم به الدولة الريعية التي أنشأها الفاسدون، لم تشمل العراقيين كلهم برعايتها.